مساء الخير عليكم، معكم اخوكم احمد البنا. في اكتر من واحد سالني قال لي انت قلت ان انت بتشغل العابك اللي هي متوسطه الاداء على الفيجا بتاعتك اللي هي الانتل الضعيفه، ازاي انت بتشغلها وبتقدر تشغل العابك بثبات كده؟ وانا النهارده ان شاء الله هقول لكم على السر او الطريقه اللي انا بستخدمها واللي بقدر عن طريقها ان انا اشغل الالعاب المتوسطه واللي شبه عاليه على اللابتوب اللي انا بستخدمه اللي هو الكارته بتاعته من نوعيه اتش دي انتل 640، تعتبر كارته مدمجه ضعيفه شويه بس بتقدر ان شاء الله ان هي تشغل لي الالعاب عندي بثبات وجوده كويسه جدا. ان شاء الله الطريقه اللي هنشرحها النهارده هي طريقه من جوه الويندوز من غير تثبيت اي برامج او اي شيء، بمنتهى السهوله هتقدر، او هقول لكم على طريقه هتقدر ان انت تعدل فيها عن طريق الفي رام، بحيث ان انت تزود الميموري بتاع كارت الفيجا بتاعتك بحيث ان يديك اداء احسن في تشغيل اللعب. مش هنطول كتير، وما تنسوش دعمونا في القناة، ولو عجبكم الحلقة دي ما تنسوش ان شاء الله تشتركوا في القناة، واي سؤال ان شاء الله هكون حاضر معاكم في التعليقات. يلا بينا نشوف الطريقة عاملة ازاي. في البداية خالص وانت فتح الويندوز كده بتيجي في خانة البار اللي تحت وبتكتب كلمة ريج إيديت وبتدوس انتر وبتدوس يس، بيتفتح لك الريج إيديت. ولو انت الويندوز بتاعك مش ويندوز 10 او ويندوز مثلا اكس بي او ويندوز 7 من الويندوزات القديمة، ممكن تدوس على علامة الويندوز وار وتكتب برضو جوه خانة البحث ريج إيديت وتدوس، هيفتح لك نفس النافذة بتاعت الريجستري إيديتور أو محرر الريجستري. لما احنا بنفتح محرر الريجستري بيكون قدامنا بالشكل ده كده، في كذا خيار أو كذا كلاس احنا بنختار منهم نمرة 3 اللي هو H Local H Key Local Machine، بندوس عليه كده وبعد كده بندوس على software وبعد كده بننزل تحت لحد ما بنلاقي او بندور على حاجة اسمها انتل، بندوس على السهم كده اللي جنبها علشان ننزل. بنلاحظ احنا لما فتحنا كده انتل طلع لنا كذا حاجة، بلوتوث ديسبلاي جي اف اكس كلام ده كله. انا ملخص الخطوات كلها عندي في مفكرة اللي هو لوكال ماشين سوفتوير انتل. بنعمل احنا ايه بعد كده؟ بنعمل مجلد باسم جي ام ام. بنعمله ازاي؟ بنيجي هنا كده في النص، طبعا احنا جوه الانتل، بندوس على نيو وبنختار كي، عمل لنا المجلد اهو بالشكل ده، هنسميه جي ام ام وانتر، عمل لنا هو فولدر فاضي او مجلد باسم جي ام ام. الخطوة التانية اللي معانا ان احنا بندوس كده جوه نيو وبنختار دوارد 32 بيت فاليو وبنعمل ملف الدوارد ده. ملف الدوارد ده هنسميه الاسم اللي هو ده Dedicated Segment Site، هنسميه الاسم ده، طبعا هنقف عليه تاني وبندوس Rename وبنسميه الاسم ده. بعد ما بنسمي الاسم ده عندنا بندوس عليه دوستين كده عشان نخش فيه، وبنختار الخيار التاني اللي هو دي سيميل لوحده، وبنحط الكارتة بتاعتنا او الفاليو بتاعتنا القيمة 1024 وبندوس اوكي وبنقفل النافذة دي وبنعمل ريستارت. هوريكم حاجة قبل ما نعمل ريستارت برضو عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل عندكم او ايه التغييرات او الاطراء الجديد اللي هيحصل، هوريكم بعد ما هرستر هيبقى عامل ازاي. ده حضراتكم قبل ما رستر هنا، لو انا جيت في خانة البحث وكتبت ديسبلاي ودخلت جوه الديسبلاي مثلا عشان اشوف الاول الريزولوشن عندي عامل ازاي او اعدادات كارت الفيجا، ودخلت هنا مثلا وجيت عندي دوست على ديسبلاي ادابتور، بتلاحظوا هنا عندي ان جاب لي نوعيه الكارت بتاعي اتش دي جراف 620، واللي انا قلت لكم عليه بقى اللي هو المهم السيست الديديكيتد فيديو ميموري، بتلاحظوا عندي ان هو 128. انتم ملاحظين ان انا اخر مره عملته ايه لما عدلت فيه في المره الاخيره دي؟ عدلته خليته 1024،
اوكي نشوف بعد الريستارت هل ال 128 دي هتتعدل ولا لا. تابعونا وهنعمل ريستارت للجهاز. وادي رجعنا لكم حضراتكم بعد ما عملنا ريستارت للجهاز، ونشوف دلوقتي بقى هل اتعدلت ولا لا اعدادات الفيرام. بندوس كده دوسه يمين، دي طريقه تانية برضه عشان نجيب الاعدادات، وبنختار على الديسبلاي سيتنجز. بعد ما بنختار على الديسبلاي سيتنجز بننزل تحت ادفانسد ديسبلاي سيتنجز، وبنختار من هنا نوع الشاشه بتاعتنا وبندوس. لاحظوا حضراتكم اهو ان عندي الديديكيتد فيديو ميموري بقت 1024، زادت من 128 لواحد ميجا، من 128 تعتبر كيلو لواحد ميجا الطريقه دي طبعا. وعلى كمان التوتال افايلابل جرافيكس ميموري، على كمان الميموري بتاعه التوتال او مجموعه التوتال بتاع كارت الفيجا. هنلاحظ اداء وفرق في الالعاب، هنلاحظ اداء وفرق في الالعاب بعد تطبيق الطريقه دي. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، واتمنى يكون الشرح فاتكم. شكرا جزيلا ليكم.